عزيزات المتتبعات، اليوم الشيف روزي طبخ الحلويات، اليوم جبت لكم تحليه بارده بنينه، يعني بمقادير يعني سهله ماشي مكلفه. نبدو بلا جينواز. عندي حبه تاع بيض هنايا، نديرو فيها قرصه تاع ملح ومغرف صغيره تاع لافاني. لافاني اي نوع عندك استعملي، ماشي شرط بودر ولا ليكيد، اللي عندك استعمليه. كما هكا بدي تخلطي، تقدري تخلطي فوم وفرشيطه، يعني الحاجه اللي عندك خدمي بها، ماشي تشوفي الباتير دي واعره. هنا نجيب ثلاث مغارف تاع سكر عادي، نحطي فيه هنايا ثلاث مغارف تاع سكر عادي، يعني المغرف تاع الاكل عبري بها، وبعدين خلطي ديك الباتير ولا اللي عندك. ومن بعد نجيب كاس تاع زيت نقص ربع، يعني الكاس ما تعمريهش كاع، تاع زيت غير تاع لاتاي، كاس على تاي ما يكونش معمر، يعني نقص ان دوا استعملي غير كاس هكايا، يعني نقص لكم شويه في الزيت، شويه كما يقولوها تشانا، يعني هكا وما ديريش دفعه واحده، خلطي غير بالتدريج كما تشوفي كما قلت، باش المقادير تاعنا كاع يمتازيو، والسكر ثاني يذوب لينا. تكون ديري الزيت دفعه واحده، السكر مازال يقعد شويه تحدرج، وما يجيش الا لاجينواز مليحه، ولا تخاف لا تنحرق ولا باسكو السكر واعر في الوصل. هنا نجيبو نص كاس حليب يكون حامي، هذا الحليب حامي وما تخافيش منه، الحليب من يكون حامي هذا يسهل لينا لاجينواز تاعنا تجي خفيفه، ونسي ثاني السكر هذا كيذوب بالخف. كاس نص كاس حليب يكون حامي كما كتشوفي، ما تخافي منه ما والو، ديريه ثاني بالتدريج. عندي هنايا كاس فرينة ناقص ان دوا، يعني ماشي كاس معمر كاع، هذا تاع 220 مليليتر ما تعمريش، يعني نقصي ان دوا. كاس فرينة تاع 220 ناقص ان دوا، غربليه، يعني هذا المكونات سختو الفرينة لازم تغربليها، يعني باش تتهوى هذا مكان، يعني علاش يغربلوها غير باش تتهوى. نزيد عليها مغرف تاع مايزينا، يعني تاع نشا، يعني مغرف اكل تاع نشا، يعني مايزينا مغرف اكل ثاني تاع كاكاو، وما ديريش الكاكاو المر هذاك الكحل هذاك، استعملي الكاكاو العادي، يعني اللي ما فيهش السكر هذاك تاع الميزان هذاك. دائما كي تروحي تشريه كي تشمي فيه ريحه الشوكولا عرفيه بلي مليح، بصح لو كان ما تشميش فيه ريحه الشوكولا عرفيه بلي ما، يعني غير كتراب ما يساعدكش، ما يعطيش لوكو في لاجينواز نتاعنا. هنايا راح نجيب مغرف صغيره تاع خمارة الحلويات ولا نص الباكيه، اذا كان عندك نص الباكيه استعمليه، يعني هو يعتبر يعني مغرف صغيره تاع قهوه كما كتشوفي، هذه من يعني 5 غرام، يعني اللي تبغي بالميزان، يعني نص الباكي معناها مغرف صغيره، يعني تاع القهوه في الجرامات 5 غرام، يعني نحط للأخت اللي تبغي تمشي بالجرامات 5 غرام، ونخلطو، ما تقويش تخلط بالباتير كما كتشوفي، يعني باش ما الفرينة تاعنا ما تطلقش العين، كما كتشوفي كما هكا نخلطو غير شوية، كنخلطو، يعني الواحد يساعد روحه، ما عندهاش الباتير تستعملي فرشيطه ولا فوي. وديجا قلت لكم انا في المشتريات تاع المواد الغذائيه من الاحسن، يعني السيده كي تكون عندها يعني الدراهم المصروف، يعني تاع المصروف تاع الشهر في يدها، يعني عرفي كي تتقشفي، انا علاه نقول لكم شنو غير الضروريات، يعني كي تتقشفي يبقوا لك شويه، مره تبقى لك 50، مره تبقى لك 40، مره تبقى لك 100، مرات بالشهر كي نقولوا حنايا، يعني خارج نطاق يعني غير تاع دراهم المصروف، لميهم وروحي شري باتير. باتير شحال راه يدير؟ يدير 300 350 260، كيما اللي شريتها انا شريتها انا ب 260000 تاع صوناشي هذو، يعني ومليح والشاي لازم الصحفيض، هذا مكان يعني غير من الدراهم تاع المصروف، عرفي كي تتقشفي وشري، تقدري تشري هذا الصوالح كيما انا شريتهم غير من الدراهم اللي يبقوا لي هذوك من المصروف. كيما كتشوفي نجيب البلان تاعي تاع 23 على 23 كيما كتشوفي كيما هكا، وراح ندخل
لاجينواز تاعي طيب. هنا جبت طاوة كما كتشوفي، درت فيها كاس تاع حليب، هذا الكاس يدير 250 مليليتر، كاس تاع حليب تاع 250 مليليتر. هذا انا مستعملاته كما كتشوفي، راح نزيد عليه يعني المكونات يعني غير في كل البيت. هنايا جيبي 6 مغارف، 6 مغارف تاع فلون تاع شيكولا، انا مستعمله الشيكولا، وانتي دوق اللي تبغي تستعمليه استعمليه. 6 مغارف ولا شري زوج باكيات تاع الصغار هذوك تاع 3 مين، زيدي مغرف تاع السكر هنايا، يعني مقادير سهله متواجده في كل بيت. يعني ديري هنايا مغرف تاع نشا يعني ممسوحه كيما السكر ممسوحين، ونخلطوا المقادير نتاعنا ونروح ندهم يعني فوق النار، يعني اسهل ما يكون هذا المقادير كما كتشوفي. ها هو هنا بعد الفلون تاعي من طيبته وبرد، دخلته في بالخف، انا دخلته في مجمد باش يبرد لي، كنت مقلقه عليها كي يجمد لي، ماشي يجمد يعني برد لي درجه، انا خليته نسيده وخليته يجمد. زدت عليه كاس ماهوش معمر تاع شونتيي كما كتشوفي، كيما هكا كاس ماهوش معمر تاع شونتيي، وطلعتها. ومن بعد جبت لاجينواز نتاعي كما كتشوفي، يعني تتنحى بالخف من البلا، يعني هاد لاجينواز تقدري تستعملي 3 طبقات وديريها ولا 2 طبقات وديريها يعني تاع عيد ميلاد كما كتشوفي، كيما انا هكا اسهل ما يكون هكا. ومن بعد جبت حطيتها وجبت سيرسو قلبيها، ما تخليهاش على وجهها باش يعني كي نشربها تشرب هذيك السيرو هذاك، وحطي السيرسو نتاعك ولا ما عندكش السيرسو يعني ديريها مباشره غير بشين بايتها، باش هي من الاحسن تستعملي السيرسو ولا تخليها في البلان تاعها. اللي ما عندها السيرسو تخليها في البلان تاعها، باسكو علاه لاكوش من نشربوها ولاكوش اللي نبي نديرو هذيك تاع الفلون هذيك ما تدفقليناش منا ومنا، يعني في الجوانب يعني تبقى محافظه، باسكو راح نديروها نزيدو خلوها تبرد كيما كتشوفي كيما هكا. وهنايا جبت 2 مغارف تاع سكر كلاص مع 1/4 كاس تاع ماء دافي، وزدت عليها عطر الشيكولا، انت العطر اللي عندك استعمليه كيما كتشوفي، اللي عندك استعمليه هكا، ونشربوا بها الكيكه نتاعنا. يعني بس خير من تحي طيبيه، يعني ديري غير سكر كلاص والمحامي، 2 مغارف صغار تاع سكر كلاص مع المحامي كيما كتشوفي هنايا، وشربتها. ومن بعد جبت الخليط نتاعي من بعد اللي كنت دايرته برد، يعني 10 دقائق ولا برد ما طولش هكا كيما كتشوفي، وديتها للمجمد باش تبرد لي. هنايا جبت في طاوه درت كاس ساعمه ثاني تاع 250 مليليتر كيما كتشوفي، يعني هذا الكيسان يعني تقريبا متوفرين في كل بيت. زيدي عليهم مغرف تاع نسكافي، ولا ما عندكش النسكافي استعملي مباشره كاس تاع قهوه، يعني اذا عندك النسكافي استعملي كاس تاع ماء مع مغرف صغيره تاع النسكافي، ما عندكش النسكافي استعملي مباشره استعملي كاس تاع قهوه. ومن بعد ديري 2 تاع لي باكي تاع الفلون، انا درت تاع الميزان درت 6 مغارف، بصح اذا ما عندكش تاع الميزان 6 مغارف ديري 2 باكيات تاع فلون دوك الصغار هذوك تاع 3 ميل، وندوها فوق النار تغلي، ومن بعد نخلو شويه يدفى، يعني لازم تدفيه باسكو ما تقدريش ديري فوق الكيكه نتاعك وهو حامي، يعني تيخسر لك الكيكه. انا درته شويه حامي بصح يعني تفاديت الوضع، وعاود رجعتها في الثلاجه في المجمد ثاني غير شويه حسب ما ديك الكلاصاج تاعنا يعني جمد كيما هكا. وجبي خدمي غطسي في المحامي وعاودي مسحيه في ان بابي ابسوربون ولا كاش حاجه عندك مسحيه، ومن بعد غير باش تقلعي هذاك السيرسو. قلت لك لا ما عندكش السيرسو خلي الكيكه نتاعك في البلان مباشره واستعملي كيما راني ندير، عندك السيرسو يعني ديري، يعني خاطرش ما تقلعيهاش من البلان باسكو كيما شتي درنا الكريمه ودرنا هذاك الفلون من فوق. ومن بعد انا غطسو ثاني الخدمي نتاعنا في المحامي، يعني باش الكيكه نتاعنا تقسم لينا يعني بسهوله. ديري في المحامي وعاودي مسحيه ثاني بالبابي يعني، وقسميها يعني بكل سهوله. هاي وين هذاك الخدمي مين يحمى وتمسحيه
من الماء يعني يسهل لك يعني التقسيم تاعها مباشره مع ديجا راهي كانت في المجمد كيما كتشوفي كيما هكا. يعني تقدر هذه تقدري تحليها ديريها رمضان راه جاي ان شاء الله اذا كتب ربي وطالت العمر. هذه تدبيره من تدبيرات رمضان يعني باش يكون نوبه تنوعي لولادك ولا الضيف ولا كيما كتشوفي هاي وينه تجي طبقات تجي بريزونطابل. يعني وكل مره ندير لكم مانجو ميم لا شوفي غير راهي بارده يعني ما قد ما تطلقش تهوديها لتحت في الثلاجه ولا تخليها شويه على برا يعني ميم لو قلت تحش. تمنى تدعموني بالاجابه وتشاركوا في القناه والى الملتقى بإذن